بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المستوى الخامس، أهلا وسهلا بكم من جديد. بدأنا أو سنبدأ الآن في الجزء الثاني. انتهينا الجزء الأول واسميناها البنية التحتية، والآن نبدأ بالأجهزة والأمراض. ويجب أن نستخدم هذه البنية التحتية في كل مرض، يجب أن تكون واضحة المعالم وقتاً وأداةً وكل شيء. ونستخدم متى نستخدم الصيام، كم يوم، إيش حكاية الصيام، متى يلزم متى لا يلزم، المضادات الأكسدة، البروبيوتكس، كل هذه الأمور التي تم التطرق إليها في البنية التحتية يجب أن نشاهدها ونستخدمها في كل مرض من الآن. نبدأ بالبرين، والبرين هذا هو أساس كل شيء، وهو البرين اللي أثنت عليه كل الحضارات. الحضارة الأيورفيديك ميديسين أثنت على البرين وتكلمت على السبيريت وتكلمت على البادي والعلاقة بينهما، وكانت العلاقة بينهما أو ما يربطهم هو البرين. والحضارة الصينية طورت هذا المفهوم، وإن كانت أخفقت في العلاقة ما بينهما إذ فصلت الرأس عن الجسد، ولكن قالت أن هناك ترابط عصبي في الجهاز العصبي، وحددت النقاط العصبية ما بين الدماغ وما بين أعضاء الجسم، وجاءت بعلم كامل نعرفه اليوم وهو الأكيوبنشر، علم الإبر الصينية. وجاءت الحضارة الإسلامية وثقت المعلومتين بمعلومة أكيدة، وقالت أن أولا الجسد هو واحد، أن هناك ترابط عصبي ما بين البرين وباقي أعضاء الجسم، وكلنا يعرف الحديث الشريف المشهور جدا أن مثل المؤمنين في توادهم الجهاز الودي وتراحمهم مثل إيش؟ الجسد الواحد. إذا هناك جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو، ما هو هذا العضو؟ البرين. تداعى، إذا هناك شكوى وهناك تداعي لباقي الأعضاء بالسهر والحمى، وهذا ما يعرف بالأمراض المختلفة. إذن هناك قوة لهذا العضو، ولذلك نبدأ بهذا البرين. درستم هذا البرين من ناحية تشريحية وناحية فسيولوجية، ولكن نمر اليوم مرور سريع لكي نتذكر، وكلمة نتذكر سوف نستخدمها اليوم كثيرا، ونشوف ما هي أهميتها لهذا البرين. في التعريف يقول هكذا، أن البرين is an amazing organ that controls all functions، وهذا ما يؤكد في الحديث أن هو الذي يربط كل الجسد الواحد، وبالتالي هو الذي يتحكم بكل الوظائف. أيا كان هذه الوظيفة اسمها، فيتحكم بها الدماغ أيا كان. وبغض النظر، احنا هنحكي بعد ذلك على أمراض أخرى مثلا أو أعضاء أخرى، البنكرياس، القلب، ونتكلم على بعض عناصر أو إنزيمات أو هرمونات أو أشياء أخرى نقول أنها لها علاقة في زيادة أو نقصان هذا المرض، هايبر أو هايبو. ولكن من يتحكم، من يعمل هذا الكنترول الأساسي، يجب أن نعرف دوما هو مين؟ هو البرين. وبالتالي ليس فقط الكنترولز، ولكن كمان يعمل interprets of informations. ما معنى ذلك؟ أنه هو يترجم كل المعلومات الصادرة، يترجم الأفعال، يترجم الحركات، يترجم الأفكار، يترجم كل شيء. وهذا ما ينعكس على نقول الشعور الإنسان.
الإنسان قد يعبر بحركة، قد يعبر بعلامات الوجه، قد يعبر نقول ليش زعلان، مبين عليك زعلان إذا هناك علامات، وكذلك في الانبساط، وكذلك بأي شغلة من الأشغال. إذن هناك كنترول وهناك إيش انتربريتس للإنفورميشن. الشغلة الثالثة في عنا الانتليجنس والكرياتيفيتي. ليش فلان أشطر من فلان؟ ليش فلان مبدع أكثر من فلان؟ ليش فلان أولا أنت ما بتحكي معه هو يسمع ويفكر في أن واحد ويقول خلص وصلت الفكرة، أنا في أعمل كذا سوي كذا، هذه المعلومة موجودة في الشابتر الفلاني، هذه المعلومة درسناها في المساق الفلاني. بينما آخر يريد وقت ويمكن لا يتذكر ويمكن يقول هذه المعلومة أول مرة بتمر علينا ما خدناهاش، وهذه بنسمعها كثير، ما مرش علينا ما خدناهاش، ليش؟ ما السبب؟ في إذن في عندنا فانكشن موجودة في هذا البرين مسؤولة على هذه الانتليجنسي والكرياتيفيتي والأوبسرفيشنز قد تكون معطلة. وظيفتنا اليوم في لقاء اليوم نعرف كيف نحفز هذه التولز الأدوات كلها حتى نحصل على وظائف برين مكتملة النمو. ذكرت أن من ناحية الشحية هناك الفرونتال، هناك الباريتريال، هناك الأوكسيبيتال، هناك التيمبورال لوبس، وكل لوب طبعا مسؤول على شغلات محددة. الفرونتال مثلا عندنا البرسوناليتي، البيهيفير، السلوك، الإيموشنز، كل هذا مسؤول على الفرونتال. ليش هذه الأمور بنذكرها الآن؟ من الضروري جدا في مشاكل اللي بنتعرض لها ومن زيارات المرضى سواء على الصيدلية أو في قد تكون في مناسبة عند شخص ما أو في زيارة ويطرح عليك السؤال، فنقول أنه فلان تعرض مثلا لحادث، لفيلينج، وقعة معينة، نسأل وين وقع؟ على أي جهة من رأسه؟ فرونتال؟ ولا وقع أوكسيبيتال؟ ولا وقع على جنبه؟ ولا كيف؟ مش هذا السؤال اللي بنسأله؟ على أي جهة كانت؟ هذه الجهة وهذا السؤال له معنى، وكأني بدي أقول هذا الفرونت أو هذا اللوب اللي تعرض للصدمة تعرضت مهامه للخلل. فإذا كان فرونتال فممكن سلوك هذا الفرد يتغير، ممكن الإيموشنز تبعته تتغير. كثير من الناس بيجي بيقول لك والله مسكين فلان على البركة، ليش بضل يضحك، بضل يعيط، بضل كذا، إذا واحد حكى معه يتأثر بسرعة سلبا أو إيجابا. وممكن إنسان عادي تبارك الرحمن ما صحي 100%، لكن الإيموشنز عنده عالية، يتأثر من أي شيء، يتأثر من أي موقف، تمام؟ فهذه بيكون هذه مركزية الفرونتال عنده مثارة، تمام؟ وهكذا كذلك البادي موفمنت مسؤولة من الفرونتال. عندنا ناس مثلا الباريتريال لوبس هذا مسؤول على السكيلز المهارات، على اللانجوجز. في عنا ناس مثلا ما شاء الله عليهم بتلاقي بقول لك عنده 7 لغات، عنده قابلية لتعلم اللغات دون غيره، تمام؟ هذا ليش؟ لأنه عنده هذا الجزء من البرين هو اللي فيه more active more excited، تمام؟ فبتلاقي مهيأ أكثر إنه يستغل هذا الجزئية. في الناس اللي بيقلدوا الأصوات عنده مهارة في تقليد الأصوات لأشخاص معينة، طب كيف جابها؟ ليش أنا ما بقدر أقلد زيه؟ ليش ما كل واحد يعمل هذا المهارة؟ لأن هذه مهارة تخص هذا الجزئية من البرين. إذن
احنا امام عضو اميزنج عن جد، يعني ماذا سبحان الخالق فعليا، وكل جزئية فيه مهمة جدا. الأوكسيبيتال الجزئية الخلفية هي مسؤولة على الانتربريتس اوف فيجن، بنقول فلان شفته قبل كده، وين شفته، وين كذا، واحد ثاني بيجيب لك اياه بالضبط، شفته في المكان الفلاني في المناسبة الفلانية، ومش بس هيك، كان لابس كذا وكذا، كان لابس اللون الفلاني، تمام، كان لابس بدلة لونها كذا، كان لابس شالة لونها كذا، بحدد اللون. فهنا منطقة الأوكسيبيتال، الناس اللي بتصاب في هذه المنطقة بتلاقي يفقد النظر، أو يفقد الغباشة، أو يفقد القدرة في تحديد هذه الألوان بدقة زي ما كان في السابق. التيمبورال لوبس هذا الاندرستاندينج لللانجوج. في ناس بيحكي الواحد له مش فاهمك، لازم تحكي شوي شوي، او لازم تحكي ببطء شديد عشان يفهمك الطرف ايش الاخر. وفي هذه الجزئيه مهمه جدا اللي هي حنركز عليها اليوم، موضوع الذاكره، هو موجود في هذه الجزئية التيمبورال لوبس، وأيضا هنا في موضوع اللي هو الهيرينج السمع، وهذا برضو مشكلة كبيرة. إذن للبرين وظائف عدة، الكنترولينج والانتربريتيشن، السكيلز، سبيكينج، كل هذه الموفمنت كنترول، كل هذه من وظائف البرين، المينتال اكتيفيتي، حكينا المينتال فليكسيبيليتي برضو كتير كويس، طبعا اكيد البيهيفير في هذا الموضوع مهم سلوكيا. نيجي للجزئية اللي بتهمنا اليوم واللي هي حنركز عليها في كظاهرة، بدنا نفرق ما بين الظاهرة المرضية والظاهرة الاعتيادية، وفقدان هذه الجزئية والشكوى، يعني نقدر نتكلم على لا يوجد إنسان لا يشكو منها، وهي مشكلة الذاكرة. وبدنا نترجم شوية ما معنى ذاكرة حتى نفرق في العلاج، ومش كل واحد بقول أنا بنسى يعني بنسى، وحنشوف إنه هذا النسيان درجة. التعريف شبول، واحنا بنهتم دوما بالتعريف. الميموري، الميموري is our ability to encode، واحد، store، اثنين، return، ثلاثة، and later recall information. اذا حدد لي اربع مواصفات، تمام، ان توفرت فانا عندي ذاكرة الف ممتازة، اني اقدر اعمل انكودينج، اني اقدر اعمل ستورج، اني اعمل ريتين باك، تغذيه الراجعه بنسميها، او الاستدراك، تمام، وليتر ريكول انفورميشن، وقت ما انا بدي بسترجع المعلومه اللي بدي، وقت امتحان مثلا، وقت موقف معين، كيف بدي اعمل ريكولينج لهي الانفورميشن. هذا هو الميموري، مبني على أربع مواصفات، هو له قدرة يعملها، هذه ability، تمام، وحنشوف ما الذي يفقد هذه القدرة. إذن كل من القدرات اللي نفتكر السابق، اللاحق، المذاكرة، تمام، هذا كله يرتبط في هذه الجزئية الصغيرة وهي الميموري. كنا بنعرف في عنا حاجة بنسميها short memory، long memory، هذه السنسور of the memory، كلها حقائق موجودة ودرستها في الفسيولوجي، وبديش أنا أدخل في تفاصيل كثيرة، وأنكم مخطط في عشان نتذكر ما معنى short وما معنى إيش long memory ومين المسؤول عنهم. لكن خلينا ندخل في المهم، تمام،
وهي ظاهرة النسيان. ما هو سبب النسيان؟ خلينا نحدد 4 صفات رئيسية أو أسباب رئيسية لمين؟ للنسيان. أول سبب هو فشل الاستدراك. فشل الاستدراك يعني أنا مش قادر أتذكر الحدث. طب ليش فشلت؟ لأني مش عامل له انكودينج، لأني مش عامل له ستورج كويس، ومش عامل له رابطه بشغلة أني أسترده بالوقت مين المناسب. أديكم مثال، أو خلينا نكمل أول شيء بعدين نروح على مين المثال. هنا الفشل الاستدراك بقول لك possible explanation لا الريتريفيال فيلر known as a decay the theory. فإن الديكي للثيوري، إيش يعني الديكي؟ يعني زي تسوست، زي شغلة تم احتكاكها أو تم من زمان ما استخدمتها، تمام؟ هذا معناها، تمام؟ واليوم إجت الفرصة إنه والله واحد بده يذكرني فيها، حدث ما قبل فترة معينة، الفترة هي قد تكون قريبة أو بعيدة. ليش قريبة أو بعيدة؟ أنا ممكن حدث يصير معايا بالتعبير البلدي، إيش بقول؟ هذه الفترة من الزمن بدي ألغيها من إيش؟ من حياتي. خلاص أنا هذه الفترة سيئة، الله لا يعيدها، تمام؟ فأنا بعملها نسيان. واحد بده يجي يذكرني فيها، خلاص أنا مش حاطط في بالي إني أتذكرها، أو بكون على موقف معين، تمام؟ لكن موقف هذا لا يهمني، فما عملت له أنا ستورج مناسب، ما اهتميت بالحدث. بيجي فلان بيذكرني فيه، فاكر لما كان فلان معنا؟ آه كان فلان فلان. طب إيش اللي حكى؟ قالوا مش فاكر، ناسي. طب ليه؟ لأن الموضوع ما همنيش أساسا، فما عملت له لا إنكودينج ولا ستورج، تمام؟ إذا فشل الاستدراك له علاقة بأهمية الموضوع هنا. قديش هذا الموضوع مهم؟ في اللغة الأكاديمية، ننتقل عشان هذه فرصة جميلة قبل الامتحانات، في بعض أحيان بيصير في إن الاستهتار هو جزء من فقدان الذاكرة أو الفيلينج، هذا اني استرد المعلومة. بمعنى والله مادة الفود سبليمنت هذه إلكتيف، ايش بدنا فيها؟ كويسة، بسرعة بذكرها، مش مهمة يعني كثير، فبستهتر. بيجي يوم الامتحان قدامي يومين، بلاقي المنهج كبير، بلاقي الحالات كثيرة، الحالات مختلفة، بتورط. طب هذا حكى مش حكى؟ والله ماني فاكر، حكى كثير الدكتور، أنا عارف إيش اللي حكى. ليش؟ لأنه أنا في الأساس كنت مستهتر، مش حاسب لها حساب، تمام؟ هذا جزء من إيش؟ من المشكلة. رقم 2 failing to storage، هو أنا ليش فشلت في تخزين المعلومة؟ أنا درست والمنهج ختمته، وبدل المرة مرتين، إجا الامتحان حطينا الورقة بطلع في الامتحان، إيش هذا؟ نسيت كل شيء. مش هذا اللي بيصير معكم؟ طب ليش؟ لأنكم ما عملتوا إنكودينج للمعلومة. تعال نتعلم كيف نعمل إنكودينج. لازم يكون في عندي شغلة أربطها فيه، يعني باجي بدرس الشغلة، بدرس البرين، باجي بقول والله هذا البرين أنا يوم ما درسته صار موقف معين، بدي أربطه بموقف، هذا اسمه إنكودينج. ربطته يوم ما وأنا كان مزعجني واحد بمر كل شوية يقول لي 3%،
لكن وأنا بدرس في جزئية معينة، فأنا ربطته بهذا اللي بمر. لما يجي السؤال بقول آه هذا اللي كان يزعجني كل ما كان يمر 3% هذا، آه كيك تذكرتها. ليش؟ لأنه أنا ربطت المعلومة بشيء. يوم ما كان عندنا مناسبة ما، يوم ما كان في عندنا مشكلة ما، تمام؟ فلازم أربطه بشغلة ولو بأي شيء. قد يكون سخيف الربط، لكن هذه السخافة في الربط حتذكرك أو حتذكرك في المعلومة، تمام؟ طيب. إذن الانكودينج مهم جدا. الموتيفيتينج فورجيتينج بعد مرات، وهذا احنا حكيناها، إنه في عنا تراوما معينة، في عنا حدث معين، هذا الحدث أنا لا أريد أن أفتكره، ما تذكرنيش فيه، فهذا بتعبني لما أتذكره، فبديش إياه، بنسى. فمهما يجيني حدا يذكرني فيه بشوفه هيك زي الفوج برين، ضبابي، لأنه أنا ما بدي أتذكره. نيجي المحور الرابع والأخير، وهذا مهم جدا جدا وله علاقة أو شبيه بالإنكودينج، وهو الانترفيرنس. الانترفيرنس ربط الشيء بالشيء، وهذا مهم جدا، وهذا ممكن أستغله أنا علميا. وإحنا أنا دائما بحكي، وممكن أول معلومة أنا حكيتها في بداية الفصل قلت لكم وأنتوا لسه فاضيين رجعوا لي بسرعة الفسيولوجي، صح؟ ليش؟ عشان تعملوا انترفيرنس، عشان تعمل انكودينج، وبالتالي بتثبت معاك أو معاك معلومة في مين؟ في الفود سبلمنت. أنا لما أعرف والله الكورتيزول إيش بعمل والإنسولين ريزيستنس إيش بتعمل One of the functions of the brain إيش بتعمل physiologically، وتيجي محاضرة هلأ وأنا بحكي عن البرين، آه هذه اللي أخذناها في الفسيولوجي، آه هاي اللي حكى عنها الدكتور فلان، آه هاي اللي حكى عنها علان، تمام؟ فهذا الانترفيرنس، هذا الانكودينج بيذكرني أو بيأكد، بخليني أتذكر المعلومة بشكل إيش قوي جدا. في عنا حاجة بنسميها برو أكتيف إنترفيرنس، لما تكون عنا الأولد ميموري هنا اللي من الصعب إنها تتذكر شيء، حادثة في أيام الطفولة، موقف إلى آخره. وحاجة بنسميها ريترو أكتيف إنترفيرنس، وهي تتعلق في النيو إن إيش إنفورميشن. النيو إنفورميشن ممكن جدا سلحت الساعة في مكان، وين الساعة، وين النظارة، وين الموبايل، وين تحصل كثير، تمام؟ لكن لما تسأل مثلا وين الموبايل، ايش الرد بكون؟ شوف الرد اقرب للكلام اللي احنا بنشرحه، شوف انت وين بتتركه دائما. اذا ربط في مكان ما، انا دائما بترك فيه الموبايل، بترك فيه النظارة، بترك فيه الساعة، ثابت متعود هناك، فعلى طول هذا بتذكره لانه صار فيه علاقة، صار فيه كودينج. فاول شغلة، اول مكان بأمرك فيه البرين انك تروح تدور على هذا الموبايل هو وين؟ هو المكان اللي انت متعود تحط فيه الموبايل. وهنا بتيجي الصدمة لو ما لقيته هناك، بتلاقي حالك وقفت وبتعمل ايش؟ ريكولينج من اول وجديد، تمام؟ طيب هل لموضوع النوتريانس دور في هذا الموضوع؟ قبل ما نقول نعم او لا بدنا نحكي موقف. كم مرة حصلت معكم
انه نخلص او لسه الشابتر بده شويه او الوقت الزمني، يجي يقول والله انا هلا مصدق، انا هلا خلاص سطلت سكرت معايا، بحمل هيك راسه مش خلاص مش قادر يستوعب. ليش؟ لانه ما في اكسجين عمال بيوصل للبرين بشكل مناسب، فالضعف بطل يوصل له تغذية. الاكسجين مين بنقله؟ الدم. الدم ايش بنقل؟ اكسجين ونوتريانس، صح؟ هذه وظيفة الدم الاساسية. فبعرف انه في عندي ايش هنا؟ ضعف في الدورة الدموية اللي بتوصل مين؟ الدم، يعني اكسجين ونوتريانس للبرين، اذا صار له علاقة. والشغلة الثانية لها علاقة بالمغذيات هي الووتر. البرين 70% من قدرته وحيويته وعمله تعتمد على مين؟ على الووتر. فإذا حضرتنا احنا أصدقاء مع المية مشيت الأمور، وإذا احنا منتذكرش المية ومش صحبة هنا بتبدأ ايش؟ المشاكل. في عنا hidden causes لل loss of memory، ما بتخطر في بال حدا. الأكسجين واحد، شرحنا كيف ضعف دورة دموية. في عنا blood sugar، وهنا له علاقة في الإنسولين وتحديدا الإنسولين resistance. ورقم ثلاثة مش بعيد عن هذا السبب هو الستارفيشن. طبعا لما نقول ستارفيشن هذا جوع مدقع. جوع لمين؟ انت الجوعان؟ لا، البرين الجوعان. جوعان من ايش؟ بده نوتريانس وبده مية، تمام؟ وطبعا ممكن جدا هذا اللي احنا بغطاء بنسميه المالنيوتريشن. ايش هم المواد الرئيسية اللي يحتاجهم البرين كنوتريانس؟ زي ما بنحكي بنية تحتية للبرين، عندي فيتامين ومينرال. تخيل كل هالقصة هذه على مينرال وفيتامين. مين هم هدول؟ ومية طبعا. المينرال هو الايرون، والفيتامين هو البي 12. شوفوا بي 12. ولما اقول بي 12 هذا نقطة مهمة، انا في عندي مجموعة كاملة من الناس بيفتقدوا البي 12. مين هم بالضبط؟ النباتيين. كل من هو نباتي يفتقد مين؟ البي 12. معناته هو هذا إذا ما عوض بالآيرون، وصعب إنه يعوض، ديروا بالكم يعني التعويض هذا الشانس تبعه مين؟ المية. ضل إنه يعوض بالمية بصير وضعه إيش؟ وضعه من ناحية الإدراك واسترجاع المعلومة صعب. عشان هيك المغذيات ودور هذه المغذيات مهم، لكن مش أي مغذية. اللايف ستايل اكيد مهم، مهم جدا. تعودي اني اشرب المية، تعودي اني اخذ المغذيات المختلفة، التنوع. الشجر قديش بستخدم انا شجر؟ وايت شجر. ليه الشجر؟ لانه الوايت شجر هو عبارة عن ايش؟ جلوكوز وفركتوز. الفركتوز هذا هو المشكلة وليس الجلوكوز. الجلوكوز بده يروح لإنرجي ويدينا الاتيبيز للخلايا، والفركتوز بده يروح يعمل لي مشكلة ويكون لي ترايجليسرايد، وهذه الترايجليسرايد هتعمل لي مشكلة مع هرمون الانسولين، وهذا حيؤدي لانسولين ريزيستنس، one of the hidden causes of memory loss. شفتوا كيف؟ إذن القصة مهمة جدا.
تسمعوا كثير انه الدارك شوكليت مهمة وكويسة وانتي اوكسيدنت، وهذا كلام صحيح. اذا قديش انا بغذي جسمي بهذه الدارك شوكليت، بالذات في وقت الامتحانات مثلا، وانت عندك مقابلة امتحان كذا، مش غلط بدي اعزز الدارك شوكليت لانها هاي سيروتونين، هذه فيها مواد انتي اوكسيدنت، تمام، وبتنشط. وحنيجي لكلمة بتنشط بعد شوي. بدي اركز على مين؟ ننتقل هذا اللايف ستايل نوتريانس. في النوتريانس بدي اركز على مين؟ ايرون وبي 12، هذا اكيد. هلا بعد هيك حالة المريض ايش بتستدعي؟ بعزز، بده كالسيوم بديله، بده بي 6 بديله، لكن ايرون وبي 12 هدول اساسيات. فممنوع يجي كيز مثلا في البرين وما اشوفكم مثلا كاتبين لي عن الايرون وبي 12 في زوايا مختلفه. بدي اشوفه في اللايف ستايل، بدي اشوف كيف يعني في اللايف ستايل، بدي اشوف مصادر الايرون في الليفر. انه تقول لي والله ضمن الادفايسز يا مريض كل ليفر شيكن ليفر مثلا، بيف ليفر، البي 12 موجود في الريد ميت، خذ الريد ميت مصدر من مصادر البي 12. طيب كاتب لك انا في الكيز انه كاتب لكم انه والله هذا نباتي، هو فيجيتيريان based on vegetarian diet، على طول هذه بدكم ترجموها انه هذا lack of mean of B12. فانا هنا مضطر ان احط له في النوتريانس B12 as vitamin as supplement، وبقول له خد تلازم. ما بقول له والله غير نظامك من vegan لنون vegan، ما بقدر، لازم نطلب برضو ايش المستطاع. هو بنيته فيجن، كيف اقول له روح نان فيجن؟ لا، الحل اني اديله ايش؟ فود سبلمنت بايش؟ بالبي 12، لكن لازم اشوفه. نيجي للهيربس، كلنا بنعرف ودرسنا حاجه اسمها جينكو بايلوبا، وهذا يمكن صارت مشهوره جدا بالصيدليه ومتوفره 80 و120 ملي جرام و60 ملي جرام جرعات كثيره. وكنا بنقول انه جينكو بايلوبا للذاكره كويسه. طب خلينا نشوف وين في الذاكره كويسه، وهل اعتمادنا على الجينكو بايلوبا واحده بكفي ولا لا. وهذا بيخلي سؤال تاني، هو ليش في ناس اخذت الجينكو بايلوبا وقالت شكرا رائع جدا، وناس تانية أخذت الجينكو بايلوبا بنفس الشكوى وقالت مش نافع ولا إيش استفدت، صرت أنسى أكثر من أول. كلاهما صحيح، تعال نشوف ليش. أولا الجينكو بايلوبا بدي إياكم تتذكروا بس ثلاث جمل. الجملة الأولى إن هي سيريبرال تونيك، انا بدي سيربراتونيك ولا لا؟ طبعا بدي، لانه مدال تونيك اذا هذا بيعمل جلوكوز سبلاي، وهذه الجزئيه الثانيه، انا بدي جلوكوز سبلاي. انا ممكن يكون تغذيتي العامه سيئه، وبالتالي لما بدي جلوكوز سبلاي معناته وكاني بقول بدي احرك الدم واخلي اوصل الاكسجين بشكل جيد، صح؟ وتحريك الدم هيك بدوش مقومات، لازم مقومات. وهنا بتيجي الشغلة الثالثة، انه جينكو بايلوبا فاكتور بي انكريز البرميابيليتي النفاذية، انكريز البريفيريكال سيركوليشن، مش هيك درسنا في الفلافونويد؟ اذا هذه بتأهل الجينكو بايلوبا انها تكون بعملها، اذا صار عندي تأهيل الها عن طريق الثلاث ايش مهام، انها سيريبرال تونيك، تعمل جلوكوز سبلاي، وانها بتعمل ايش؟ بريفيريكال سيركوليشن. طيب
ليش هذا استفاد وليش هذا ما استفاد. اللي استفاد عنده بنية تحتية، عنده B12 وعنده ايرون، سواء اخده او باللايف ستايل. طلع الافندي من الناس اللي بياكلوا مثلا ريد ميت، بياكل له وجبة ولا تنتين ليفر شيكن في الاسبوع ولا في العشرة ايام، مع الجينكو بايلوبا طلع الف الف. طب الثاني مش من انصار هذا الموضوع، بياكلش ريد ميت، بياكل وايت ميت، بياكل اسماك، شوفوا اسماك اوميجا 3. هل بتحقق لي الغرض؟ نيفر. بدي B12، هو السمك فيه B12؟ ما في. هلا قصة الاوميجا قصة ثانية، هذه بتشتغل على بنية صح، بس انا ما عندي بنية صح. اخذ الجينكو بده يعمل ايش؟ انكريز لمين؟ سيربلا تونيك. وين التونيك اللي بده يعمله؟ لمين؟ مش حلاقي حدا، صح؟ طيب الجلوكوز راح للخلايا، بروح للبرين، بلاقي مقوماته؟ بلاقيش. زي ما تروح بالضبط على بيت وتسأله عن فلان، فلان هذا احمد، تمام؟ هلا احمد مش في البيت، البيت مليان ناس لكن ولا واحد فيهم احمد، شو بدي فيه؟ بروح، صح؟ وهذا نفس الشيء. الجسم هذا مليان مغذيات، في عنده كالسيوم وفي عنده كادميوم وعنده مغنيسيوم وعنده ما شاء الله عليه زي ما بنحكي، لكن ما عنده B12 وما عنده ايرون، بروح. الان الجينكو بصفتها فاكتور بي عملت بيرميابيليتي وعملت انكريزنج للسيركوليشن ووصلت البرين وما لقيتش احمد، ما لقيتش البيتول، تشتغل؟ طبعا لا. العيب من جينكو؟ لا، العيب منك يا احمد، تمام. طيب عندنا مثال اخير وفي ننهي ان شاء الله. الجوتوكولا، الجوتوكولا من النباتات المشهورة بالنسبة للميموري، وهذه فيها ميزتين. انها اولا بتعمل على فورميشن امينو اسيد اللي هو الميثيونين، وهذا مهم جدا، وبتعمل على ما يعرف انتاج البي 15، وهذا له دور في عملية الاكسيديشن اوف جلوكوز. طبعا برضو الجوتوكولا هدول مزايا، زي ما قلت الجينكو مزايا انه التونيك وانه في البرميابيليتي، وهذا مزايا انه ايش؟ انه بيعمل بينتج لي ميثيونين وبينتج لي ما يعرف بالبي 15، لكن البنية التحتية لكلاهما الايرون B12. وضحت؟ اذا اول ما يجينا مريض يشكو من الذاكرة كمسمى كبير والنسيان والدقائق الأمور الأخرى بالمسميات الصغيرة، ما نستعجل نديله جينكو ولا جوتو ولا واتيفر، نديله إيش؟ أول خطوة لازم نأمن البنية التحتية، الآيرون B12، نصلح اللايف ستايل، وبعدين بيجي دور مين؟ الجينكو وغيرها من الغر. أنا قلت آخر إشي بس كمان واحدة، الجينسينج إحنا درسناه عشان هيك مش هطول فيه. الجينسينج إيش قلنا عنه؟ أدابتيف تو ستريس، صح؟ معناته في ناس كتير بيفقدوا الذاكرة لأنهم متوترين، الأخ أو الأخت بتدرس وهي بترجف، كيف بدها تستوعب؟ ما بتستوعب الفاضي، هذا جاي هذا مش جاي، قال لي بصراحة كلام فاضي، تمام. الجينسينج هنا سيريبرال تونيك، والأهم من هيك أدابتيف تو ستريس،
أنا بعطيه فقط لأنه أدبته بتوسترس. فهذا أصبح المتوترين بدهم شيئين أو ثلاثة، بدهم أدابتيف تو ستريس جينسينج، ايرون بي 12 امنو لايف ستايل او فود سبلمنت از نوتريان، ومثلا جينكو او ايش او جوتوكول. فصار عندي منظومه متكامله. هيك لازم افكر. طبعا اي كيز، احنا ان شاء الله اللقاء القادم حيكون كيزز، ما راح ندخل في الديابيتكس، هندي بعض الحالات ان شاء الله عشان نستوعب هاي النقطه كثير كويس. حتى ذلك الحين نتمنى لكم كل التوفيق والتميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.